السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نوجد واحد الوصفة سحرية للشعر، يعني بالنسبة للناس اللي ما عندهم شعرهم ما كيطواش وشعرهم كيطيح، واللي عندهم شعرهم ما كيقواش. يعني هاد الوصفة بتجريب، يعني ديروها يعني وداوموا عليها، يعني النتيجة كتكون مرضية. غادي نحتاجو هنا الزريعة ديال البصلة. زريعة البصلة عندي هنايا 2 معالق كبار، وهنا عندي 4 المعالق كبار ديال الزنجلان، زنجلان حبوب، وهنا عندي 4 المعالق كبار ديال زريعة الكتان. بالنسبة لزريعة البصلة انتم عارف سميتو الفوائد ديالها للشعر يعني والجسم يعني كامل، وبالاخص يعني الزريعة. انا كاينه اللي كيدير الناس كاينه اللي كيديروا الماء ديالها تا هو مزيان، ولكن انا جربت الماء ديالها يعني ما عطانيش النتيجة بحال الزريعة ديالها، يعني الزريعة احسن بزاف. سو اول حاجة غادي نديرو هي اننا نحمرو هاد الشيء، يعني نخليه يحمر شوية، نحمصوه. وضروري نغطيوها من نغطيو المقلة من نكونوا هكذا كنحمصوا هاد الزريعة، باش يعني الزلجان مع زريعة الكتان كيطيرو، يعني ضروري تغطاو. وبالنسبة للزيوت غادي نحتاج مع هاد الزريعة، غادي نحتاج هنا زريعة هذا زيت ديال اللوز، هنا زيت الحلو، يعني زيت اللوز يعني مزيان للشعر بزاف، يعني كي يخلي الشعر يعني هكذا رطب يعني وزوين بزاف. وهنا عندي زيت ديال الخروع كاستر اويل، يعني زيت هذا مفيد بزاف للشعر. وهنا هذا زريعه ديال الزيت ديال الزريعه ديال الكيف، يعني هذا الفوائد ديالو كثيره بالنسبه للشعر، يعني مزيان بزاف. صافي، مرة نحركو هاد الزريعة حتى تحمص بزاف هكذا، يعني تبداو تشمو الريحة ديالها. من بعد ما تحمصت الزريعه يعني هكذا تخليها واحد شويه تبرد، تخليوها تبرد وطحنوها، يعني طحنوها في مورينكس، يعني خصها تكون هكذا مطحونه مزيان. من بعد ما بردات غادي دابا نطحنها، طحنها واحد 2 دقائق ونتلاقاو من بعد. هاي من بعد ما طحنت الزريعه دابا غادي نوجد ليها الزيت باش نديرو فيها. سو غادي ناخذ الالموند، هذا الالموند زيت اللوز، يعني نكب تقريبا يعني كاس هكذا. وبالنسبه لزيت الخروع يعني نكب النص ديال زيت اللوز، حقاش يعني خاطر هوايا. وبالنسبه اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش زيت ديال اللوز، يعني ممكن تعوضوه بالزيت البلديه، يعني زيت البلديه اللي ما يكونش فيها الملحه. وهنا عندي هذا سميتو زريعه الكيف، زيت ديال زريعه الكيف هذا، حتى هو ما نقويش بزاف منه، هو تيدوخ الا درتو بزاف.
يعني مفيد بزاف، هو الزيت ديال الزرع الكتان يعني زوين بزاف. صافي يعني نخليوه نحطو هكذا في كاسرونه هكذا يسخن شويه، الزيت يسخن صافي. من بعد ما سخن لينا الزيت غادي نكبو هذيك الزريعه اللي طحناها، غادي نخلطوها مع الزيت. وصافي نحركوه واحد شويه، وصافي هي الخلطه ديالنا هي وجدات. دابا مني يعني الزيت سخن مزيان صافي نطفيو عليه العافيه، ونخليه مني نخليوه يبرد حتى يبرد مزيان، ونديروه في نديروه ضروري يكون في شي قرعه ديال الزاج احسن يعني، ونغطيوها صافي نغطيوها ونحطوها في شي بلاصه مظلمه تقريبا واحد اليومين، يومين خليوه هكذا مني كدي يتراسى يعني الزيت، كيبقى داك العطر داك الزريعه وداك الشيء كلشي كيهبط لتحت، وداك الزيت كيبقى يطلع لفوق. سو بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الزيت، يعني من تبغيو تدوشو هكذا قبل ما تبغيو تدوشو واحد جوج سوايع حتى اربع سوايع قبل ما تدوشو، تاخذوا هذاك الزريعه هذاك الشيء اللي مطحون من التحت، يعني تجبدوه من التحت هكذا، تجبدوه من القرعه هكذا، وديروه في الفروه ديال الشعر ديالكم ديال الراس ديالكم هكذا، ودلكو يعني تبقاو دلكو هكذا يعني دائريه ولا هكذا بالاظافر ديالكم، يعني ضروري هكذا للشعر كامل، بالاخص الجدر ديال الشعر. وتخليوه كما قلت واحد اربعه السوايع حتى لجوج سوايع وصافي، ودوشو. ومن بعد ما تخرجوا من الدوش يعني هذاك الزيت كيترسى يعني من بعد الدوش، كي واحد اربعه السوايع كما قلت لك من الدوش وتخرجوا، يعني تاخذوا من الزيت ما تاخذوش من التحت، تاخذوا من الزيت من الفوق، وتدهنوا شعركم هكذا شعركم والفروه ديال الراس ديالكم وصافي، وداوموا عليها يعني نتيجه يعني مرضيه 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 يعني بتجريب يعني، وغادي يعجبكم الحال يعني. وردوا عليا يعني ان شاء الله يكون عن يعني النتيجة تكون مزيانة بزاف. يا وشكرا للمتابعة، ومع فيديو جديد ما تنساوش الضغط على الجرس، واللي ما مشتركش يشترك باش يوصلكم الجديد مني. شكرا.